لو مري الاسمر كلهم يحيون، لو مري الاسمر كلهم يحيون، يا هلا بجيتك يا حبيب ومرحب. تحية طيبة. طبعا اجواء شط العرب مثل ما ذكرنا بجولات سابقة تضم تفاصيل مهمة ورائعة. اليوم بائع الحلوى بشارع كورنيش شط العرب سوى اجواء ولا اروع. الاجواء هي كانت للوافدين من العرب ومن المحافظات المجاورة. راح نخليكم بجزء بسيط من التراث العراقي اللي يحييه بائع الحولة الحلوى عفوا بكورنيش شط العرب. غاب الشمس من الحلو ما جاله، غاب الشمس من الحلو ما جاله. حيك بابا حيك بابا حيك، ألف رحمة لبيك. حيك بابا حيك ألف رحمة. سيبوني على هاتي سرين. مرحبا. مرحبا. شلون صحن؟ طبعا تشكر على كل كلمة انه جاي تنطقها بهاي الحنجرة الرائعة وانت تحيي تراث عراقي. اول شيء شو وقت جيت البصرة؟ انا صار لي اسبوع في البصرة. اسبوع؟ من وين؟ انا بغداد بالعظمية. زين. بس جينا هنا نبين لهم تراثنا. زين. على سالفة الكرم، لا، لأن أنا نقطة من كرم البصرة. والله العظيم اللي شفته أنا هنا، فأشكر البصرة هاي المدينة الجميلة اللي جمعتنا على قلب واحد كمحافظات وخليج على قلب واحد. من بغداد للبصرة جيت؟ هذا كل شغل إيدك؟ أنا لا من آخر. أي بس أنا بالعظمية لا أنا أسويها وأخذها. أنا شغل بس تبيحها بطريقة لطيفة. شغل بالمتنبي، شغل بالمتنبي. تعتقد أنه صوتك وإحيائك للتراث العراقي هو اللي سوى جمهور لبائع الحلوى؟ أكيد أكيد. زين. بس أنا لقيت أقبال مش يوم مكان. زين. يعني أنا عندي صفحات التواصل الاجتماعي سويت، لقيت من عوائلنا الكلمة الحلوة وشي محترم دا قدمة شي محترم، وهم ماتين دا نبين لهم التراث مالتنا. عاشتك. أغنية الكل وي شباب نغنيها. يلا سوا نغنيها. ليش ما نغنيها؟ يمي العيوني السود ما جوز أنا، يمي العيوني السود ما جوز أنا، خديت القيا مرنا تريق منه. هلا يا نور عيني ويا هلية، خليجي من تمر سلم علي، يا كويتي من تمر سلم علي، ويا دادة من تمر سلم. ما لقينا بالبصرة إلا كل رحابة صدر وكل تحية وكل ود وكل الكل يعزني، الكل يرحب، الكل يهلي، الكل الحمد لله الأمور كلها طيبة وكلها زينة وكل شيء زين. شلون شفت طريقته بإحياء التراث العراقي؟ شدنا، احنا مشدين على طول، ما قدرنا نرد. طيبين اهل البصره. اي والله طيبين كلهم طيبين. اي والله وانتم هم طيبين. الله يسلمكم. لانه أنا وصلتوا لهيك بقاع ممكن اكو كانت نظره على هذه البلاد، اكو كانت نظره على هذه البلاد، بوجودكم غيرتوا هواي اشياء. حيل حيل الحمد لله. ان شاء الله انتم ايضا مساندين ومساهمين بنجاح الحش والكل يتطور باذن الله. احنا هاي البصره الجميله اللي جمعتنا على قلب واحد، ترى مو غايتنا احنا الكره، امانه الله ورسوله، هاي غايتنا انه احنا نجمع قلب واحد. وانا عندي احلى سنه مرت على علينا هي 2023، لان جمعت الاخوه وقلب واحد. هذا هو جانب من ان شاء الله نشر الثقافه العراقيه والمحبه والاصاله للخليجيين من قبل العراقيين. يا هلا بالضيف يا مية هلا، يا هلا بالضيف يا مية هلا، يا هلا بالضيف. بيوتنا كلها بيوتكم. حي الله، حي الله من يانا، حي الله من يانا ابويا. اهلا وسهلا بكم دول الخليج، دول شرفتونا بجايتكم. وسنه 23 سنه لازم ياكل بيده. شوف واكل اكل بس ما يقدر. حي الله يبا. الو سكر ما سكر يمشي الوضع. مضبوط حبيب. يا عراق ترجع شي اكيد بحيلك، يسعد نهارك يا وطن ويليلك، جرحك جرحنا. طبعا هذا هو جانب بسيط لاجواء كورنيش شط العرب. بائع الحلوى وغيره كثير من الشخصيات اللي يحاولون من خلالهم او من خلال
تواجدهم وسط كورنيش شط العرب أنه يحيون بعض التفاصيل التراث العراقي الأصيل من خلال هكذا بطولات عربية. حاولنا وياكم أن نكون بتغطية أو جولة مبسطة لبائع الحلوى بكورنيش شط العرب.